المقاومة لا تسيء للشعب. كثيرا حاولت بعض الأقلام أن تقول بعد حتى بعد دخول الجيش السعودي أنه حرق الإطارات سيعطي صورة سيئة عن شعب البحرين. وبعد أن فرضت الإطارات وصارت أمرا واقعا قالوا لا تنشروا الصور والفيديوهات لكي لا يستغلها المغرضون فيشوهوا الحركة السلمية في البحرين. هذا مو صحيح. المقاومة لا تسيء إلى شعب البحرين وإنما تمنحه مزيدا من العزة ومزيدا من فرض الاحترام. أنا أقول لكم صراحة، شوفوا يعني بريطانيا مثلا، بريطانيا وهي أكبر حليف وداعم للخليفية، هؤلاء لا يتأثرون بالمنطق يعني بالمنطق المتحضر، ولا تتفتح آذانهم للغة العقل، ولا يكترثون لحقوق الإنسان. هؤلاء يبحثون أين مصالحهم لكي يحافظوا عليها. حينما يعتقدون أن شعب البحرين يعني على الأقل يعني بهذا مفهوم ربما يكون سائدا في بعض الأوساط الدبلوماسية، أن شعب البحرين شعب لا يملك أدوات القوة، وأنه رغم ما يواجهه من إرهاب خليفي فإنه صبور إلى درجة كبيرة على كل الظلم والحيف والاضطهاد، فيصلون إلى نتيجة أن هذا ما يشكل خطر. ما لا تحترم الشعوب إلا بالقوة، لا تحترم الشعوب إلا بالمقاومة، لا تحترم الشعوب إلا إذا كشرت أنيابها في وجه العدو والمحتلين. والمقاومة أنا أقول توفر عزة ولا تسيء. وأضرب بس مثال وأنطلق من هذه النقطة. شوفوا إحنا في إحنا شلون ننظر لأنصار الله مثلا في اليمن. في اليمن تهدم البنى التحتية وتسوى البيوت بالتراب وتهجر الآلاف وتقتل الأطفال والنساء، بس دائما إذا واحد يتكلم عن أنصار الله وعن اليمن دائما يتكلم عنهم بعزة وأنهم سيأتي ردهم قريبا وأنهم سيمرغون أنف السعودية بالتراب. لا يسمع ينعدهم طائرات وصواريخ توصل القمر وتطير في الكواكب، ما عندهم شيء. هم يعني تقريبا تقدر تقول شعب مجرد من السلاح في قبال تحالف عشري يمتلك أحدث وأكثر الأسلحة تطورا. ينظرون لهم الناس دائما بهذا المنطق لأنهم أعزاء أقوياء يجابهون العدو ويواجهونه ويقاومونه. هذا تماما نفس النظرة إلى حركة حماس حينما هاجمها غار عليها الكيان الصهيوني قبل كم سنتين يمكن في غزة، يوم حوصرت غزة هذه الصغيرة. الكل نظر إلى المقاومين في غزة أنهم أبطال وأنهم سيدحرون العدو الصهيوني، مو لأن عندهم قوة، لأنهم مقاومين، لأنهم أقوياء أعزاء لا يقبلون أن تحتل أرضهم، أن تستباح أعراضهم، أن يتفرجون عليها. عندهم منطق أن يردوا الحجر من حيث أتى. لذلك دائما المقاومة تمنح مزيدا من العزة وتعطي مزيدا من الثقة، ولا تسيء إلى الشعب وإنما ترفعه. أخواننا وأصدقائنا في العراق أو في لبنان أو في إيران أو في أي مكان ينظرون إلى الأنصار الله على أنهم مقاومين ويعني أصحاب مكانة، وينظرون إلى البحرانيين على أنهم مساكين مستضعفين، الله يعينهم إن شاء الله وفرج عنهم، بس ما ينظرون لهم أنهم قوي. يعني على الأقل في نظرة، في ناس يفكر بهالطريقة يعني. فهذه النقطة الثالثة، أن المقاومة لا تسيء إلى الشعب وإنما تمنحه مزيدا